في هدف خامس، الهدف الخامس لبايزيد، الهدف الخامس للجزائر والأول لبايزيد. بايزيد يضيف الخامس، بايزيد يضيف الخامس، صارت بالخمسة الآن، 5-0 للمنتخب الجزائري. هداف البطولة الوطنية ولاعب اتحاد خنشلة سفيان بايزيد في حوار حصري مع قناة الهداف يتحدث عن عدة قضايا، من بينها قضية عدم التحاقه بنادي مولودية الجزائر شهر جانفي الفارط. باختصار شديد أنا ما رفضتش مولودية الجزائر، يعني من الأمور اللي صارت على برا هذيك ما كنت على بالي بها، وش كان صاري وش ما كان صاري، ما كانش عندي معلومات كثيرة. هدفه الأول بألوان المنتخب الوطني في كأس إفريقيا للمحليين الأخيرة. الهدف هذاك مانيش راح ننساه طول حياتي، يعني أول هدف دولي ليا، وإن شاء الله إن شاء الله ماهوش آخر هدف. استهدافه المنتخب الوطني الأول بقيادة بلماضي. درك كل عام نمشي بهدف، ماذا الحمد لله وصلنا للمنتخب المحلي اللي ما لا المنتخب الاول. والله راني نخدم عليها برك برب ان شاء الله نقول له جزيلا. مرضه الذي كاد ان يؤدي الى توقف مسيرته الكرويه، يعني كانت لا كارير تاعي مرهونه يعني بالمرض، انا حتى الطبيب الخاص تاعي قال لي قادر تحبس البالون. وتضحياته من اجل التوفيق بين كره القدم والدراسه. يعني اولا ندير تحدي مع الدار، مع دارنا مع العائله، قلت لهم نلعب ونقرا. الحمد لله راني طالب جامعي ليسونسي الحمد لله. بايزيد هدف اول له، خامس للمنتخب الجزائري. كل هذا وغيره في حوار مطول مع سفيان بايزيد هداف اتحاد خنشلة عبر قناة الهداف.